السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمور الأساسية والأمور اللي تساعدك في بناء جسمك، وهذه الأمور إذا الشخص ما اتبعها ما راح يحقق هدفه من خلال التمرين. أول شيء طبعاً عندنا الشخص اللي مارس الرياضة، الشخص اللي حاب يبني عضلات، الشخص اللي حاب يبني جسم صحي، الشخص اللي حاب يزيد من لياقته البدنية، الشخص اللي حاب يقوي جسمه ويوصل لهدفه بأسرع وقت ممكن، عنده ثلاث أمور لازم يتبعها. أول شيء الراحة والنوم الكافي، تناول الحمية الغذائية أو تناول الغذاء بشكل صحيح، والتمرين. هذه الثلاث أشياء أهم شيء في عالم الرياضة، لأن طبعاً إحنا ما دشينا في تفاصيل كل نوع من هذه العوامل، لا إحنا نتكلم عن رؤوس الأقلام عن هذه الأمور، لأن هذه الأمور بعض الأشخاص ممكن تلاحظه إذا ما التزمت فيهم. أول شيء مثلاً ما التزم بالغذاء، التزم بالأمرين النوم والتمرين. ما التزم بالغذاء الجسم ما راح يعمل عملية استشفاء عضلي، ما راح يتغذى بشكل صحيح، ما راح تعطيه حقه من الغذاء، فبالتالي ما راح تتطور معاك عضلاتك أو تكبر. إنزين ما نمت، ما راح إذا ما نمت ما راح تتناول الغذاء، أيضا نفسيتك حق الغذاء ما راح تكون منظمة بسبب عدم النوم الكافي. أثناء التمرين ما راح تكون موجودة عندك الطاقة الكافية بسبب عدم النوم الكافي وعدم راحة الجسم، وكذلك راح تلاحظ أن جسمك راح يكون في أرق وتعب بسبب عدم النوم. إنزين بالنسبة حق التمرين التزمت فيه الغذاء والنوم، ولكن التمرين ما التزمت فيه أيضا ما راح تعطي الجسم حقه في التمرين بسبب أنك ما قاعد تعمل عملية التمزقات العضلية العالية اللي هي تساعد في تطور العضلة وتطور اللياقة البدنية، وكذلك اللي تساعد جسمك بشكل كبير على الوصول حق هدفك. فلاحظ هذه الثلاث عوامل مرتبطة في بعضها، فأنت هني ركزت على النوم وراحة الجسم، الجسم راح يعطيك في التمرين. غذيت الجسم بالشكل الصحيح، الجسم راح يعطيك الطاقة الكافية في التمرين. تمرنت بالشكل الصحيح، راح تكون عملية الشد والبمب ووصول الدم حق العضلة بشكل كبير والتمزقات العضلية بشكل كبير. بالفعل أنت وصلت لها ووصلت حق الفشل العضلي في التمرين، فمعناتها الجسم هنا راح يتطور معك من خلال وصولك حق هذه الأمور. يوم الراحة راح يتطور جسمك، راح يعمل عملية الريكفري. أثناء تناولك للغذاء قضيت جسمك، فد جسمك على أساس يزيد من الاستشفاء العضلي، وأيضا عوض فيه الفيتامينات اللي فقدها أثناء التمرين، وأيضا تمرنت هني وصلت حق هدفك الصحيح. لاحظ هذه العوامل مرتبطة في بعضها، ثلاث عوامل اهتم فيها، لا تهمل أي عامل منهم، بسبب إذا هملت أي عامل منهم الثلاث عوامل هذه ما راح توصل لها بالشكل الصحيح. تطوير الجسم على ثلاث عوامل، التزم فيهم ولو شهر أو شهرين راح تلاحظ هذا التطور في جسمك الهائل، التغير الكبير في روتينك اليومي، وأيضا تنظيم الحياة من حيث الغذاء والنوم والتمرين. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم إن شاء الله اليوم مجموعة تمارين مع القرص الموجود بجانبي. راح أستهدف عضلة المعدة أو عضلة الأرجل أو عضلة الخواصر، وكذلك راح يساعدني القرص على تأدية أكثر
من تمرين. طبعا القرص اللي معاي عبارة عن 10 باوند اللي هو 5 كيلو تقريبا. طريقة التمرين الأولى راح تكون كالتالي، راح أثبت القرص بهذه الطريقة، أصعد بهذا الشكل. هذا التمرين راح يستهدف لي عضلة الأكتاف الأمامي في القرص. طبعا بالنسبة حق القرص تقدر تستخدمه في تمارين كثيرة، فالحين احنا راح نستهدف اكثر من عضلة في وقت او في تمرين او في جهاز واحد. هذا التمرين الاول، عدد التكرارات تكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، افرد الذراع بهذه الطريقة، الالتفاف في المنطقة العليا للجسم. هذا التمرين راح يستهدف اللي هي عضلة الخواصر، اخذ الجهة الثانية. لاحظ طبعا بالنسبة حق طريقة الجسم ثابتة معاي، فقط الالتفاف من المنطقة العليا. 15 تكرار في جهة اليمين، 15 تكرار في جهة اليسار، في 4 جولات حق عضلات الخواصر. التمرين اللي بعده راح استهدف في عضلة البايسبس اللي هي عضلة الباي. أحرك الذراع بهذه الطريقة، لاحظ هذا التمرين بهذا الشكل، لاحظ من الزاوية الأخرى اللي هو أحرك الذراع بهذا الشكل، راح أكون استهدفت عضلة البايسبس. الذراع ثابتة بجانب الخصر، بمعنى ما أحركها بهذه الطريقة، هذه الطريقة خاطئة، الطريقة الصحيحة فقط بهذا الشكل. هذا التمرين الثاني، عدد تكرارات 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين الثالث أو التمرين اللي بعده الرابع راح يكون كالتالي، أثبت الجسم بهذه الطريقة، الصعود بهذا الشكل. هذا التمرين راح يستهدف اللي هو عضلة المعدة بهذا الشكل. عدد التكرارات 15 تكرار في 4 جولات. التمرين اللي بعده اللي هو بهذا الشكل، ايضا استهدفت عضلة الخواصر، الجسم الرجلين يكونون ثابتين معاي، فقط الجسم الاعلى اللي يتحرك معاي بهذه الطريقة وبهذا الشكل. 20 تكرار لكل جهة منهم في 4 جولات. طبعا بهذه التمارين اللي قدمت لكم اياها اكون استهدفت اكثر من عضلة في جهاز القرص الموجود معاي. وهذا كان تمريننا اليوم، ان شاء الله اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.